الروطات بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بالنسبة لصناعة الجبس هذه نقول احنا فيها عدة طرق، كل واحد المنطقة متاعها، لكن احنا في نالوت معروفة ان نجيب الرشاد هذا متاع الجبس اللي هو البرباكو، اللي هو نقول احنا مش الغصيب، في نوعية متاع برباكو وفي نوعية متاع الغصيب. الغصيب طبعا يجي في الحزام متاع الجبل، هذا اللي نقول احنا يبي نار هلبة ويبي نقولوا احنا يخدموا فيه في الأقواس، وزي القصر مثلا نقولوا احنا في التكومير هذاك واحد. أما هذا البرباكو نقولوا احنا أخف شوية، يعني مش الحرارة هذيك القوية قوية، نقولوا احنا نص نص يعني. لهي طبعا المرحلة الثانية بعد ما نجيبوه من تغريد هو تصير عملية الحرق، طبعا هذا نقولوا احنا زي كوشة ونحرقوه. بعد ما يتم عملية الحرق طبعا تجي هنا عملية نقول احنا بعد نقول مثلا يومين ثلاثة حسب الجو، مرات ياخذ حتى اكثر، وبعدين نطلعوا الرشاد هذاك طبعا نكسروه بشوية بشوية بشوية، وبعدين يتغربل وبعدين يولي لعملية الترميم. كلها بصفة عامة تغرد فيها نقول احنا الحجار الكلسية، هذا حجر كلسي بالنسبة للرشاد هذا اللي نديروا منه في الجبس المحلي. هي اصلا موجودة هلبة بكثرة تغرد، مش يعني نقول احنا شويه ولا حاجه، موجوده معناها بكميات لا باس بها يعني. ايه طبعا العمليه اللي بعد الحجاره هي نقول احنا تجهز المكان نتاع الكوشه، وتجيب مثلا نقول احنا الحطب والصندور والكرناف نتاع النخله، وواحد باش يعاود نقول احنا يساعد في الافيشن اسمه، وبعدين تولع النار نتاع الكوشه. حرق نقول زي ما قلنا بكري يقعد ممكن في الكوشه 3 أيام 4 أيام حسب الجو، وبعدين تطلع رشاد هذاك. الرشاد هذا طبعا يولي خلاص طايب، تبدأ تكسر فيه بشوية بشوية بشوية، بعدين تغرب له. طبعا هني حسب الخدمة فيه، نقول احنا غربال الخشين هذا يخش مثلا نقول احنا في البني واحد، والغربال الرقيق يخش في نقول احنا في التلعيب، حسب الشغل يعني. نقول احنا هذا مقسوم على زوز، الخشين هذا يمشي في البني،
والرقيق يخش في الملعيق من الداخل يعني نقول احنا. هو شن تتميز يعني الخشينة أو الرقيق؟ هل فيها ميزة أو؟ لا هي نفسها، لكن انت لما بتخدم اذا كانت بتخدم الخشين تخلي على الخشين، على غربال الخشين. كانت تبي تخدم داخلي نقول احنا مثلا من العيق الداخلي واحد تخليه على الناعم، يعني مش ناعم، هلبة هلبة يعني نص نص يعني نقول احنا. والطريقة هذه من أمتى مستخدمة يعني؟ بالنسبة للجبس هو لا، بالنسبة للجبس هذا مئات السنين كان مشرف قديمة هلبة. بالنسبة لينالوت معناها معروفة البني القديم هذا كله نقول احنا بالجبس المحلي، ما فيش حامة تانية تقريبا. والله احنا ماذا بينا نعلموا الناس على الاقل للاجيال القادمه ان هي تبدا تستوعب في البرنامج نتاع الجبس المحلي، وما يصيرناش تشويه في الاثار اللي عندنا وفي المباني التاريخيه اللي عندنا، ويتعلموا نقولوا احنا الترميم على اصوله، مش يعني نقولوا احنا الترميم العشوائي اللي يجي مثلا يقول لا واحد يقول ندير سمنت ابيض، وواحد يقول لا ندير سمنت كحل، وواحد يقول لا ندير، لا في قواعد للترميم. اذا كان ما استعملناش نفس الخامه ونفس المواد، نحن راح ماشيين في التشويه نتاع الاماكن الاثريه ولا التاريخيه بنفسها، هي اي مبنى عند الخصوصيه نتاعها.